نروح نادي الزمالك اللي بيدرس مسؤولو التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. بينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق الازرق بنهايه الموسم القادم. بيخطط مسؤول نادي الزمالك لشراء اللاعب في الميركاتو الحالي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل. كمان رفضت اداره مجلس اداره نادي الزمالك تجديد عارض حمدي علاء لاعب نادي سموحه خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله نهايه الموسم الحالي. وكان سموحه حصل على خدمات اللاعب في نهايه الموسم على سبيل الاعاره وتالق بشكل لافت، مما جعل عبد الحميد باسيونو المدير الفني للفريق الازرق يطلب تجديد اعارته. ده اللي رفضه البرتغالي فيرير المدير الفني لنادي الزمالك تجديد اعاره اللاعب على ان يعود نهايه الموسم لتدعيم وسط الفريق في الموسم المقبل، وخاصه بعد اقتراب طارق حامد من الرحيل عن القلعه البيضاوي. نادي